سوف نتعرف أيضا إلى الرحلات الافتراضية وإلى التعليم المقلوب وإلى السحابة المحوسبة. نتجات هذه المادة: التعرف إلى الرحلات الافتراضية، تصميم رحلة افتراضية، التعرف إلى التعليم المقلوب واستخدام التعلم المقلوب، التعرف إلى السحابة المحوسبة، والتعرف إلى منصة وينجي جو لتطبيق بعض المحتويات المادة. في هذه المادة سنتناقش حول بعض المواضيع المتعلقة، وسوف أقوم بعرض عدة فيديوهات أو عروض ذات الصلة بالموضوعات، وقد أعرض بعض الفيديوهات من إنجاز عدد من الأشخاص المختصين أو المهتمين في تلك المجالات. كما أرجو التفاعل في هذه المادة وعمل الواجبات التي ستطلب منكم بإذن الله. يعطيكم العافية.